نعم بارك الله فيكم، نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة من تبوك يسأل عن صلاة الضحى متى يبدأ وقتها وكم عدد ركعاتها؟ يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح وينتهي قبيل الظهر قبيل توسط الشمس في كبد السماء وعدد ركعاتها أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات ثمان ركعات كل ركعتين بسلام. نعم.